دكتور، ممكن حضرتك تكلمنا عن عملية تجميل الأنف الوظيفية؟ عملية تجميل الأنف زمان قبل الثمانينات كانت دايما بتجرى بجراحين التجميل، وكان أنف وأذن ما لهمش دور في هذا الموضوع. سنة 82 بالتحديد ابتدى دكاترة الأنف والأذن عندهم أويرنس بالموضوع، وابتدينا نشتغل في هذا الموضوع. احنا في عين شمس ابتدينا من 82 نعمل عمليات تجميل الأنف، فكان همنا بيبقى حاجتين، الشكل والوظيفة. فكنا عشان كده إلى حد ما بنبقى أدق في وأحسن في النتائج. كان زمان بعض دكاترة التجميل الممتازين كانوا يطلبوا دكتور أنف وأذن معاهم ويعملوا العملية مع بعض، فكانوا بيجيبوا نتائج أحسن من زمايلهم اللي بيشتغلوا لوحدهم. لكن لما بقينا بتوع أنف وأذن بنشتغل عمليات التجميل وخدنا خبرة فيها، نتائجنا بقت ممتازة، لأن احنا الوظيفة دي شغلتنا الأساسية فبنراعيها جدا جدا، فمش ممكن نبتدي نخليها تسوء، بالعكس كان دايما بنحسنها، حطينا هدف أساسي. عشان كده طلع اسم تجميل الأنف الوظيفي، ده الاسم ده منشأه من أول ما احنا ابتدينا نشتغل في الكلام ده سنة 82. فضل بقى في سميس، كان وقتها اللي ابتدينا الكلام ده في عين شمس كنا 4 جراحين، وبعد كده كنا حضرنا كورسات لتجميل الأنف واشترينا الآلات وابتدينا نعمل حالات، فكانت نتائجنا ممتازة، ونشرنا في المجلات العلمية نتائج. أنا نشرت أنا وثلاثة زمايلي واثنين زمايلي نشرنا في مجلة الأنف والأذن المصرية بيبر أو مقالة ممتازة على حالات التشوه السرجي للأنف، حطينا الصور والنتائج قبل وبعد العملية، كانت ممتازة جدا جدا، والنتائج كانت مرضية جدا للعيانين ولينا ولكل الناس. بعد كده ابتدينا نشتغل حاجات أكتر شوية وأدق شوية. الأول كنا بنعمل حاجات العيوب الكبيرة وما ندخلش في الحاجات التجميلية قوي. تدريج ابتدينا بقى نحضر مؤتمرات ونقرا كتير في الموضوع ونعمل يعني ريسيرش في الحاجات ديت، فبقينا نشتغل كل حاجة حتى التجميلية البحتة بقينا نعملها. وبقى في كتير من الأجيال اللي بعدنا بقى الصغيرين راحوا، وفي ناس عملوا رسائل دكتوراه وماجستير في تجميل الأنف وبحثوا الموضوع كويس جدا، وعملوا عيانين كتير ونشروا أبحاثهم في كل العالم. وفي ناس سافروا وفي جامعات أجنبية، في ناس سافروا في جامعة هارفارد وقعد فيها، مثلا واحد عندنا كان مدرس قعد 2.5 سنين في جامعة هارفارد في قسم التجميل وأنف وأذن، فبقى قمة في الموضوع لأنه قعد في المدة دي كلها في موضوع التجميل أساسا، مع أنه هو بتاع أنف وأذن عادي. وكان في غيره سافروا أماكن أخرى، في ناس سافروا أوروبا، وفي ناس سافروا مؤتمرات، وناس سافروا كورسات في أماكن مختلفة من العالم، في أمريكا أو في كندا أو في أوروبا أو في إيطاليا أو في ألمانيا. وكان في أثناء السنين دي كلها راينو إيجيبت بيجيب بقى جراحين تجميل ممتازين اللي هم الأسامي الكبيرة في العالم كله، فبيعلموا الدكاترة بتوعنا إزاي يعملوا، وبتبقى مفيدة جدا جدا. فالحقيقة الخبرة دلوقتي في مصر بقت ممتازة، وفي ناس مصريين دلوقتي بيطلعوا يدوا كورسات وهم يكونوا الانستراكتورز في أنحاء مختلفة في العالم، في كورسات مهمة جدا جدا موجودة. فديت يعني شرف كبير، واحنا دلوقتي الحمد لله بقى لينا يعني خبرة واضحة في هذا الموضوع، واتنشر أبحاث كثيرة في هذا الموضوع كلها من ناس أطباء مصريين. شكرا جدا لحضرتك يا دكتور.